حسب رأيي كانت مباراة ممتازة، اللاعبين أعطوا كل ما عندهم، عملوا مجهودات كبيرة على جميع الأوجه اللي اشتغلنا عليه، ما تقريب عملوا قسط كبير منه، مش بنقولش نجحنا 100% بطبيعة الحال، طريقة جديدة تبعناها اليوم وافقوا عليها اللاعبين، كانوا متشجعين أعطوا، خاصة نتكلم ديما وين مش يتقدم المجموعة في التفكير نتاعهم في العمل الجماعي، ما نحس كون اليوم فما تقدم كبير على مستوى المجموعة ككل، ونعتبر قدم مقابلة ممتازة ونستحقوا بطبيعة الحال الانتصار، والانتصار نتاعنا كان عن جدارة، ونشكر جميع الأخيان وخاصة الجمهور من الرجاوي اللي حتى وقت اللي قبلنا هدف التعادل كان مساند الفريق من أول حتى الآخر، وفي الآخر تشوف يظهر قوة الرجاء، يعني لعبنا حتى الأواخر المقابلة بنفس العقلية إيجابية اللي فيها تجيب نتيجة إيجابية، والكرة ديما في اللحظات الأخيرة أصعب لحظات مع هدف في مباراة متاع كرة قدم، والحمد لله سجلنا الهدف الثاني وفزنا، هذا أول انتصار وإن شاء الله نوصله. كابتن فوزي البنزرتي، تعليقك على الخطأ الدفاعي القاتل للاعبين والحزم المعنى؟ خطأ يمكن يصير على كل الدفاع، كان صلب اليوم حسب رأيي، معناتها في أما خطأ يعني خطأ في البعض يقولوا خطأ كبير، أنا نقول خطأ بسيط لأنه وقع كيفاش نقول متفقوش متفهم في المفروض، لأنه الخطأ نرجع من الأول، الغلطة الكبيرة اللي وقعت ممكن لبعض اللاعبين مش فاهمينها كونه اللاعب اللي أخذ الكرة كان ماهوش مراقب، كانوا اثنين اللي في خط الدفاع كانوا اثنين واقفين على خط السطر، المفروض واحد منهم يقدم له باش عند ما تجي الكرة المفروض يضغط عليهم ما يخليش يعمل هجوم مرتد، هذه أكبر غلطة من الأولى، أما بعد الغلطة الثانية يعني عادية ما نعطيهاش أهمية كبيرة، فهمتني مش وتصير معناتها في مباراة كرة القدم، والحمد لله مع المجموعة كلها وصلت باش تفوز في المقابلة هذه وتنتصر. على كل تمحي الأخطاء الكل، ما تعرف الانتصار يمحي الأخطاء الكل. أستاذ فوزي باختصار مباراة مونتيري المكسيكي، الفرق المكسيكية اللاتينية تلعب كرة باين، تتعرف كيفاش تحاول تلعب فريق الرجاء البيضاوي في هذه المباراة؟ شوف احنا ركزنا أكثر الفترة هذه لأن الفترة قصيرة، ركزنا على المقابلة الأولى، بالنسبة لنا أهم وهامة جدا الفريق الرجائي باش يوصل. عندنا الفترة تاع 4 أيام اللي باش نركزوا عليها الفريق المكسيكي ونشوفوا، ممكن نبدلوا الخطة ممكن ما نبدلوش، احنا والرؤية نتاعنا الفريق نشوفوا نقاط القوة نتاعه ونقاط الضعف ماله، ما يعني نجموا نلعبوا بنفس الخطة. على كل المبدأ الأساسي نتاع الفريق نتاع الرجاء ماهوش باش يتغير، يمكن نضغطوا عالي ممكن نضغطوا في، أما المبدأ الأول كونه مش نضغطوا على جميع الفرق اللي باش نلعبوا لهم، وهذاك المبدأ الأساسي اللي مشيت به في حياتي الرياضية كله باش نوصل به، والحمد لله ما نجحنا به اليوم ومازلنا نجموا نشوفوا نجاحات أخرين. اليوم كان أول خروج لفوزي البنزرتي أمام الجماهير الرجاء العالمي، تعليق على جماهير الرجاء؟ جماهير قلت لك ما شاء الله عليه، جمهور كبير، جمهور أعطى شحنة معنوية كبيرة للناس كل للكل اللاعبين، ومش كل اللعب 12 هو أكثر من لعب 12 لعب، يمكن ما شاء الله عليه وبارك الله فيه ومع التشجيع متاعهم، خاصة عند الفترات المحرجة نحب الجمهور، مع الجمهور الطيب والجمهور الكبير والجمهور اللي حب النادي، عندما الفريق يكون في مأزق والموقف محرج نلقى الجمهور يساند الفريق، فهذا اللي شفناه اليوم وقت اللي قبلنا الهدف التعادل، الجمهور كان موجود وعطى شحنة كبيرة للاعبين وبارك الله فيهم ونشكرهم على هذا، وإن شاء الله يواصلوا على هذا مهما تكون النتيجة، لأن مباراة تدوم 90 و95 دقيقة، وفريق الرجاء حتى ما شفته وحتى معرفتي به قادر في أي لحظة باش يسجل أهداف من أي سوج من البداية حتى الآخر المقابلات وحتى اللحظات الأخيرة.